اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الأكل بتاعنا طلياني ولكن بطعم مصري وخفة دم مصرية. هنعمل البوبيت، دي أكلة مشهورة بنشوفها في المنيوهات. لما بنروح على مطبخ طلياني بيبقى فيها افتكاسات كتيرة، بعض بيحشيها مشروم والبعض بيحشيها لسان. احنا بقى هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة. هنعملها ازاي؟ يعني لحمه جوه لحمه يا شيف، ده انت مبوظ الميزانيه. هي فكره طهويه كده، خلونا نجربها مع بعض ولكن بمقادير بسيطه في متناول الجميع وبعدد افراد الاسره. الكميات اللي هو اللحم الكندوز او الضاني شرايح، ومعانا لحم مفروم. معانا الطبق الصيام النهارده علشان طبعا المطبخ المطبخ الصحي طبيعي لما بيكون الاكل هيلسي بيكون انا بحولها لاكل صيامي. وبمناسبه طبعا صيام اخواننا المسيحيين احنا بنعمل كل يوم طبق صيام. هتعمل ايه النهارده يا شيف؟ هعمل كفته الرز بالخضار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. هنعملها مع بعض ازاي؟ لها تفاصيل كتيره، بدايه من الرز المصري المسلوق مع تشكيله من الخضار. معانا شوربة البسلة النهاردة، والبسلة غنية بالبوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات. خلينا نعملها شوربة النهاردة بالكريمة ونتلاشى مشاكل البسلة من الانتفاخات ومشاكل القولون. هنضيف لها شوية كمون مع الكرفس، بالتأكيد هيكون طعمها مميز. تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة بتكلفة قليلة جدا ولكن الطعم مختلف. هتقولي من المطبخ الطلياني من المطبخ الغربي ايا كان، ولكن اللي بيعملها خفه دم مصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشرايح من اللحم الكندوز. نسبه الدسامه فيها او العرق اللحم العرق الدهن يعني مش موجود، اعتقد شبه مش موجود يعني. ومعانا لحم مفروم، وتعالوا مع بعض نعمل طبق. هو اي نعم من المطبخ الطلياني ولكن بيتكلم مصري. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله وهي فكره. حلو الكلام. حد دلوقتي هيقول لك يا مغازي الله يرضى عليك والله يسامحك، يعني انت بتعمل لحمه محشيه لحمه؟ ما خلونا نشوف افكار حلوه كده. واللحم المفروم هنا تقريبا عامل 200 جرام يعني. المقادير على الشاشه، شرايح من اللحم اللي هي تقريبا كيلو بيعمل 10 شرايح مثلا او 12 شريحه، ده بتاع الاسكالوب. ومعانا لحم مفروم، ومعانا من التوابل طبعا بصل وتوم وزبده، معلقه فلفله حلوه، ومعانا شويه بقدونس مفرومين ناعمين ومسترده. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. والاساس هنا والبطل هنا الكريمه اللباني. حلو قوي. اول حاجه بعملها بجهز طبق علشان ابدا ان انا اتبل اللحمه المفرومه عشان الطعم مع اللحمة المفرومة. اللهم صل على النبي، تعالي يا مفروم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الحتة دي حلوة، بنحط عليها بصلة ناعمة، فص توم حلو بالشكل ده كده، شوية بقدونس حلوين مفرومين ناعم. وخليني أقولك على معلومة حلوة لفرم البقدونس ويقعد عندك فترة طويلة تستخدميه استخدامات كتيرة. تاخدي البقدونس تغسليه بالعروق بتاعته وهو سليم بعد ما تنقيه كويس، فرمتيه. ويفضل طبعا غسيل البقدونس او الكزبرة قبل الفرم او قبل التقطيع يعني. حلو الكلام. وبعد كده تحطيه في شاشة او في منديل ورقي بتاع المطبخ وتشيليه عندك في التلاجة، تستخدميه استخدامات كتيرة قوي. بينفع في البرزنتيشن، في انك تعملي طبق حلو وتحط عليه شوية بقدونس او تضيفيه لبعض الحشوات. دي التوابل بتاعتنا الجميلة للكفتة بتاعتي او لحتة اللحمة الحلوة بتاعتي. حلو الكلام. بالشكل ده كده بنحط في داخل اللحمة دي معلقة مستردة وقليل من المكعبين من الزبدة. الله عليك. وناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده بنقلبه. حشوه هنا. زبده، لحمه مفرومه، مسترده، بقدونس، بصل، ثوم. ونخلط الخليط ده كويس كده يبان فيه الخضره بالشكل ده كده. واتاكد ان كل ده خليط واحد. دي مش كفته. نعم، كفتة الرز في الفرن يا حبيب قلبي.
بتستوي طبعا. انا اديت لها الصدمه الناريه على عين البوتاجاز، وفي الاخر خدتها بصينيتها ودخلتها الفرن، لان في تفاصيل جوه القرص بتاع الكفته زي الكوسه وزي الجزر، ده لازم يستوي. اما الرز عندي هنا ثلاث ارباع سوا، والبطاطس مستويه. وبعدين دي ما فيهاش لا بيض ولا اي حاجه، فمش محتاجه نار شديده قوي يعني. شفتوا الخلطه دي؟ الخلطه دي لطيفه وحلوه، هتعمل عمايلها جوه شريحه اللحمه. زي الفل. قلبت الخلطه دي يا عم الشيف، بخليها على جنب، وظبطنا التوابل بتاعتها زي الفل، نخليها كده على جنب المعلقه. تعالوا مع بعض نشوف شرايح اللحمه هنعمل فيها ايه. اللهم صل على النبي. حسب عدد افراد الاسره. حلو. شريحه اهي اهي اهي. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ حته لحمه دي، لا 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 دي بص جايه من عند الجزار دلوقتي اهي اهي. شفت؟ بص ومداني وصايه، قال لي شيف مغازي ولي اسمي على الهوا علشان انا بحبك. شفت الجمال؟ حاضر يا فندم. ده حبيبي، حبيب هارتي. انا مسميه حبيب هارتي. حلو الكلام. شفت حته اللحمه جميله؟ هعمل فيها يا عم الشيف زي ما هي كده، هتبلها تتبيله على الماشي، سنه ملح صغيره، حلو قوي، سنه فلفل صغيره. اللحمه عايزه تاكليها هي الملح والفلفل، طالما اللحمه طازه وزي الفل. خلي بالك لان حته اللحمه المفرومه هنا من التتبيله تتبيله حلوه قوي بالشكل ده كده، تمام زي الفل. مش لازم بقى عصير ميه بصل وعصير طماطم ونحولها البفتيك، انا عايز شويه شوربه هنا، محتاج لهم الحله بتاعتي مش بنساها. نار، ميه على النار، بحط فيها جزر وكرفس وبصل عشان هحتاج لها دلوقتي في طريقه عمل البوبيت زي الفل. واجهز الطاسه بتاعتي. دي لازم معايا يوميا ده. وطاسه معايا زي الفل. تمام. ومعانا توزبيكس عينيه. الله. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. ده كرفس وبصل وحبهان، يعني بص بقى اسمها حله الخير. شفت فيها ايه بقى؟ فيها كل حاجه حلوه اهي. دي دايما خليها معاك، عندك شويه جوانح فراخ، عندك عظم فراخ، عظم لحمه، حطيه في قلبيها وانت قلبك جامد. حاجه كل حاجه زي الفل. معانا صوص طماطم بيغلى على النار معتق متسبك، ده اللي انا هقدم معاه كفته الرز بالخضار صيامي. بصلايه تومه اتحمرت في زيت زيتون مع شويه زعتر محترمين، نزلت بالطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط وسايبها على النار تستوي. صوص الطماطم اللطيف ده كده. احنا مع بعض واحده واحده، على عينك يا تاجر. هنشوف حته اللحمه معانا، ومعانا التوزبيكس بتاعنا الجميل حلو قوي، ومعانا الصينيه اللطيفه دي فيها شويه دقيق. اللهم صل على النبي. بنحط شويه بهارات على الدقيق. بهاراتك على الدقيق يا عم الشيف. لازم تعملي اي بانيه، تعملي اي كريسبي، دايما تتبلي التوبنج بتاع الحاجه، سواء جمبري سواء بوبيت زي ده كده. شويه الدقيق والبهارات دول عشان نفصل طعم الدقيق، وما تنسيش طبعا شويه فلفل حلوين. ونقلب الدقيق ده يا عم الشيف بالشكل ده كده. هتقولي يا شيف مغازي ده تبذير، انا عارف سامعك. الدقيق ده بعد ما تخلصي منه لو في كتل او في يعني حاجات كلاكيع كده نتيجه انك عملت فيه بانيه، بتصفيه كويس وبتدخليه كويس وتشيليه في الباب بتاع الفريزر في كيس صغير كده، تستخدميه في حاجات كتيره قوي بقى، سمك فراخ لحمه زي ما انت عايزه، مش هنرمي حاجه عشان ما نقولش ده تبذير. يخلص تعملي غيره زي الفل. لكل حاجه لها جواب عندي. تعالوا نلف اللحمه دي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده الايه الحشوه دي بالمعلقه. لحمه جوه لحمه، تبذير؟ لا، افكار مع بعض. بسم الله. وكمان حته عشان تبقى زي الساندوتش، والفها كده اهو بالراحه كده اهو. الله، حلو قوي السؤال ده يا استاذ رحاب. والله السؤال جالنا من الكنترول، واضح ان بيستفيدوا من الخبره الطهويه. قال لك ينفع نستبدل اللحمه المفرومه بخضار؟ ينفع، يفضل الاسباركس.
الاسباركوس فيه منه نوعين، الابيض والاخضر، سعره غالي شويه بس لطيف وجميل. ده حطها هنا كمان واحده. طبعا انت عايز واحده زي دي يا شفيه وتعشى، انا عارف لحمه جوه لحمه. ايوه هو ده الكلام. الاسباركوس ده نوع من انواع الخضار مشهور في ماليزيا في المطبخ الغربي عموما، يعني ده المنشا بتاعه. يستخدم في الاطباق المكرونات واطباق اللحوم المشويه، ويفضل استخدامه في عمل طبق البوبيت. شفت التسبوكس؟ حلو ده كده، هو ده كده. وموجود في السوبر ماركت بس سعره غالي شويه، والبدايل بتاعته كتيره قوي. ممكن يكون فلفل الوان، ممكن يكون فيه جزر شرايح زي ما احنا عايزين، ممكن نحط بلميتو. هتقولي لي ايه البلميتو ده؟ ده الجمار بتاع النخل. ناخد ده، دي الثقافه الطهويه بقى. لازم تبقى انت في المطبخ ممكن تاكلي طبق فول، طبق بسطرمه بالبيض، بس عندك الثقافه الطهويه اللي تخليكي قاعده عارفه الدنيا حواليكي ماشيه ازاي. شايفه التوزبوكس ده يعدي كده؟ هو ده. حته اللحمه زي الفل. الله، لحمه جوه لحمه. ايه ده؟ الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه يا رب، الفنان الجميل اللي انا بحبه، قال لك التلاجه دي كلها مليانه لحمه. حلو، شفت ازاي؟ تمام زي الفل. اشيل ده من هنا. الله، وعندي طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام، وامن عليها كده زي الفل عشان لازم حته اللحمه تنزل على نار شديده. زيت، اتفقنا مع بعض لسرعه التحمير بنحط ايه؟ سمعوني، مكعبين من الزبده. هحتاج لهم دول زي الفل. وامسك اللحمه دي كده واغلفها تغليفه محترمه. عينيا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ سندوتش لحمه، محشي اللحمه اهو زي ما هي كده. يلا يلا يلا، على فين؟ تاني. ما تفكش يا غالي، تفك، احنا بنهزر. بتهزر انت ولا ايه؟ الله، هاي ده، عينيا. شفت بتاع؟ بص 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 على الحلاوه، بص على الحلاوه، سندوتش لحمه. زي ما هي كده اهي. على فين؟ هنا كده. يلا ممكن نطلع فاصل زي انتوا حابين. يلا اللهم صل على النبي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطة وسهلة ممكن تكون التكلفة زيادة شوية. لحمة جوه محشية، لحمة محشية لحمة، شرايح من اللحم. في حاجة مهمة جدا، احنا ممكن نستبدل شرايح اللحمة بشرايح صدور فراخ وتتحشي نفس الحشوة، يبقى التشيكن بوبيت بيسموه، فده اختياري برضو. هنخليها زي ما هي كده، هو ده الكلام. ده البوبيت بتاعنا اهو. حتة اللحمة تتحمر من كل الأطراف، ننزل عليها بالبيون. ركز معايا بقى. بس نصفيه كده شوية، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة الحلوة مع الخبرة الطهوية تتحدث عن نفسها. ما انزلش بالبيون بتاعي أو بالشوربة بتاعتي على اللحم إلا لما ياخد لون ويتحمر. عشان تستوي. الله. بنوسع للبيوت ده كده. شفت القوام؟ انا عايز البيون ده، عايز الشوربه دي. اشيل دي من هنا. حاضر، عينيا عشان تبان معانا خرجنا الجميل. الله يا عم الشيف، بالراحه كده. ونقلب. شفت القوام ده؟ خلاص. شفت ازاي طبط معايا الصوص ازاي؟ زي الفل. اعمل ايه؟ باخد شويه بيون من اللي عندي.
الصوص ده مهم جدا في كل حاجة. وأقلب كده. عايزك والله لما تقف في المطبخ يكون عندك ثقة في نفسك كده، أنت عارفة بتعملي إيه، وتتعلمي من الشيف المغازي حرية التصرف، مفيش حد معاكي. أنت معانا يا مخرج، ومعانا إعداد، ومعانا إخراج، ومعانا أساتذة مصورين، كل ده علشان نطلع الصورة الحلوة، ولكن حريصين في إن إحنا نتكلم عن كل التفاصيل. أنت في المطبخ بقى تفاصيلك إن الأكل يطلع حلو، تفاصيلك إن يكون ضيوفك يقولوا تسلم إيدك. شفت القوام بتاع الصوص؟ شايف اللون والقوام؟ ده البراون صوص. حلو قوي. نسيبه على النار يغلي كده بالشكل ده كده. شويه النشا دول باخدهم كمان على البسله هنا. ده قوام زي الفل. الله. شوربه البسله كمان بالكريمه. حلو قوي. تمام. الكريمه اللباني موجوده معانا. ايه الاخبار؟ امتى تنزل الكريمه اللباني؟ دلوقتي. دي وقتها. الله. الصوص ده حكايه مع شويه رز ابيض. رز بسمتي ابيض حكايه. ممكن لو مكرونه كده وايت او مكرونه مسلوقه عادي بالزبده، الف هنا وشفا. شفت القوام بتاع الصوص ده كده؟ اوريك القوام. يلا نشوف القوام مع بعض. مخرجنا الجميل، شباب، حبايبي، ناسي الطيبين، القوام بتاع الصوص بتاع البوبيت. بص عليه كده. بص القوام ده. الله. عامل زي الاسترجانوف. الاسترجانوف ده طبعا شرايح اللحم، بتاخد جزر، بتاخد مشروم، وبتستوي على النار، وبعدين بتاخد الكريمة اللباني، والقوام بيبقى بنفس الشكل بنفس اللون. هي طبعا أكلة من المطبخ الروسي اللي هو الاسترجانوف. شايف القوام ده كده؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ نسيبه على النار، ناخد بقية الكريمة، المركب الحلوة دي كده. هنعمل حاجة حلوة قوي بقى واحنا بنغرف البوبيت ده. هنعمل ايه يا شيف؟ بناخد من صوص الطماطم ده كده شوية هنا. اختراع ده ما كانش في الحسبان. حلو قوي. تمام. ومعانا الصوص بتاعنا الجميل ده كده اهو. لا انا عايزك تدلع الصوره دي، بالله عليك، بالله عليك يا مواطن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زي الفل. حاجات كده بتطلع معاك حسب النيه، يعني انت بتحب المطبخ، بتحب شغلك، بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مسهله معاك. تعالوا مع بعض. الله. الاثنين بوبيت. خلي بالك في توزبيكس هنا هنرفعه عشان ما يجيش تحت اسنان جوزك. سيبها لما تبرد شويه. حاضر. احنا حطينا اربعه. دول الاثنين اذا حبيناها ممكن نحط وايت صوص عادي. الف هنا وشفا. الف هنا وشفا. الصوص ده خليه على جنب بعد ما نخلص الحلقه، انا ليا تصرف معاه. طبعا الحاجات دي انا بحبها بقى، بيبقى طعمها حلو، واخده من طعم اللحمه وطعم البهريز، وكل حاجه بتبقى لطيفه. نروق السرفيس بتاعنا. عايزها فين دي يا مخرج؟ ده حلو يا جميل. هنا مكانها عينيه. الله عليك، تحفه فنيه. حلو قوي. الجرنش بتاعنا ممكن ممكن. الله. معانا خس كابوتشا لطيف حلو. دي حاجات بقى اضافات تقدري عندك وقت تعمليها. انت تأمرني حبيبي. شفت الجو ده كده؟ عارف ان انت بتحب الدلع. شفت؟ نسمع كلام مخرجنا بيقول يا سلام لو حطيت البلانش الخشب تحتيهم. انا عارف، اتعلمتني ان يبقى الحاجه اللي هي مستواها. يا باشا انا اريك خبره السنين يا شفيق.